السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي الصغار، لكم اللغز الأول. كان سمير نائما فرأى أنه يسير في شارع طويل، ثم انتهى إلى 3 عمارات، فدخل العمارة الثالثة فوجد بها 3 طوابق، فصعد الطابق الأخير فوجد به 3 أبواب، فدخل من الباب الأوسط فوجد 3 حجرات، فدخل الوسطى، وما إن دخلها حتى صارت الأبواب والنوافذ حيطانا، لأنها كانت حجرة مسحورة، فكيف يخرج سمير؟ لكم نصف دقيقة للتفكير يا أحبتي. للعينين ضي، أنت عند الحب ري، أنت هان وصفي يا حبيبي يا محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام. الحل هو أن يستيقظ سمير من النوم. وإلى اللغز الآخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.